بيكم الناس الكل. اليوم شعلوا مع بعضنا شيبس متاع الصفصاف متاع المرسى، اللي يعرفوا المرسى اللي يعرفوا البطاطا متاع المرسى. لهنا اول حاجه، اول حاجه نعملها اني ناخذ بطاطا متاع قليه، البطاطا الاخرى الحلوه تتحرق لنا وما تطيبش، نجم تقعد مجلده. كيفاش نعرف الفرق؟ سالتوني ما فات بين البطاطا متاع القليه والبطاطا متاع التطيب، يعني تبدا فيها حلاوه. البطاطا متاع القليه بيضه فاتحه، والبطاطا السكريه الحلوه هذيك تبدا مستصفره، لونها اصفر غامق. انا لهنا شريتها ساشي مكتوب عليها بطاطا قليين، وجربتها ديجا قبل وبيه، يعني ما تتحرقش فيسا. كاينكم عندكم هكاكا، سينو تحاولوا تشوفوا بالطريقه اللي قلت لكم عليها. البطاطا البيضه هي الباهيه، والغامقه المستحمره ديكا تكحال. ناخذ البطاطا نقشرها. طبعا المرحله الثانيه بعد ما غسلنا البطاطا نتاعنا، باش نجيو نقصوها جويده. ابسط طريقه هناك انك تجي تقصها بالطريقه هذه، وتحاول تكون جويده قد ما تقدر. هكا والا هكا، كل واحد كيفاش يساعد. وكر السكينه بالعمل تراها ريتها. هكا شوية وسع بالك اهو. واللي عنده فود بروسيسور وعنده الاباري هذايا تكون اسهل برشا. كفما واحدة الخشينة والاخرى الجويدة، انا باش نحط الجويدة هكا تنزل عليها. طبعا تهبط تروف تروف. ها هي كيفاش طلعت هيلي هكا اسهل. طبعا باش نحطها في شقاله كيما راهم في المرسى، راهم يعبيوها كي يقصوا البطاطا ويعبيوها في شقاله كبيره، معنا يقولوا قصعه كبيره نتاع ماء، ومن بعد يقليوها يصفيوها ويقليوها. هذيك هي حكايتها راه. المهم نوعيه البطاطا باش نشللوها، باكي نشيل نتاعها نشيل نتاعها هذيك، من بعد يخليها تلصق في بعضها خاطرها جويده. كي نحطو نقليوها يعمل كيما الكول يلصقها. انا باش نحط لها ماء سخون سخون بالكدا. وعلاش ماء سخون؟ لهنا خدمت مخي، حبيتها تطيب شطر طيب ولا ربع طيب باش ما تتحرقليش في القليه. هذا يا سر من اسرار البطاطا. اي بطاطا مثلا تحب تعملها، حتى البطاطا نتاع اللي نزينوا بها الكسكسي، ولا انا قبل راني كنت نعملها هكيكه، نصمتها في الماء، نصمتها بالكدا شطر سمطان، تبدا يابسه، مازالت يابسه نهبطها نلفها في الشابلور وكل شيء ونقليها، تجي بنينه بنينه طايبه وتتقرمش من برا. يلا نحركها باش نشيل كله يهبط، والبطاطا تتعوج، الكعبه تتعوج كيما بشروها في القليل. شوف ريتو كعبه البطاطا كيفاش تتفورم. هاي كريتوها كيفاش. هاي سيدي كوفيت المهمة متاع الماء سخون، نجيبو شقايل أخرى نحطها. ريت الماء كيفاش معناه مدردر بالنشا هذاك، نتخلصو منو. وطبعا نجيبلها ماء بارد، ماء بارد ونصب عليها الماء البارد. نجمو هكاكا نزيدو نشلوها وتبعد على بعضها هاك. ماء من السبيلة راهو بارد، مش معناها مثلج ولا حاجة. طاو خديت صفية جويدة هكايا مش كسكيس، باش نصفي فيها البطاطا. نحط البطاطا صفى لو ماكسيموم. حتى الماء الثاني زاد ابيض بنشي. شوفوا الماء الثاني زاد. وطاو ناخو منديلة ونحط عليها بابي اسويتو هكا. و
والا خليوها تشيح في عقلها، معناها حتى تشيح وحدها وحدها، اذا مزروب عليها اعمل كيفي هكا. نحط عليها البابي ونشيحها هكايا، تشرب برشا ماء باش ما يترشقش معانا الزيت. بعد نلمها هكا في المنديله ونخليها هكاكا بعدين ما انا سخنت الزيت باش نقلي، ونحط الزيت يسخن، ما نحبوش الزيت يحرق على الاخر وما نحبوش الزيت يكون بارد على الاخر. يلا طوى الزيت نتاعنا سخن، نجي ناخذ البطاطا اللي حطيتها في الصرة هكا ونجي نرمي بسم الله بالكعيبة باش ما يلصقوش في بعضهم. ونقص في النار لو ماكسيمو باش ما يتحرقوش، وني حسيتها النار قوية. ونحركهم باش ما يتحركوش وتسيبوا من الشيرات كلها، وكالكعبات اللي تنفخوا هكا في الوسط محليها ما هي كيما هكا تتنفخها كيف اثنين تبدا محليها لمبولة الهواء اللي فيها. اوك علاش ما نعبيوش المقله نتاعنا برشا باش تاخذ بلاصه تلقى بلاصه باش تتعوج تتحل تتنفخ. وقتاش نعرفها طابت كي تولي يبسط كلها تقرمش كلها، يعني خاصة توا في القلب نتاعها مازال طري. وديما كنقعد نغطسها شوية على خاطر الزيت ما يخلطش للفوق، الشيبس خفيفة برشا وديما تفلوتي الفوق، نقعد نغطس حتىش للي تطيب كلها، مش نخليها كيكة ونمشي. يعني نراهم يبداو يقعدوا يحركوا فيها يحركوا فيها. باهي ملاحظة، البطاطا لهنا اللي حطيتها في المنديلة ما نخليهاش عريانة تتأكسد وتحمى. هاي ديجا نسيتها هكا لهنا كعبات بداو يحمروا من فوق، ريتو اللون هذاكا بدا يطلع، دونك غطيها ديما نغطيها باش ما تتأكسدش، ولا خليها في الماء نتاعها إذا ماكش باش تسحقها وقتها. هاي بدات تحمر، باهي لهنا قصت عليا الكاميرا في لحظة مهمة وقتي كملت البطاطا هبطها، شوفوا كيفاش، اسمعوا الصوت، شوفوا الترشيقة. اسمعوا الدقرميشة بسم الله. البطاطا تصفصف وبعد عملوا عليها رشة ملح ذوق امان. معك ما مشيتش للمرسى جاتك البطاطا لهنا، اما ابل هذي ولا باكويت هذي وبنفس الطريقة بسم الله الشيبس النوع هذا ما تمشيش وتخليها، مش تحطها تتقليها وتمشي وتخليها، تقعد تحرك فيها تبعد فيهم على بعضهم باش الزيت يمسها من الشيرات كلها. هاو لهنا بديت نحس فيها بديت تيبس،
انا الحق ما نحبهاش لونها هكا فاتح، نهبطها بدون ما تبدا تحمر. اه طوب بدات احمر لونها بدا يتبدل. يلا نهبط بسم الله. نستقطرها مليح من الزيت ونحطها هكا في شقالة وحافجة فيها بابي تسمى في الكشكيش. يلا نلم الكل مع بعضه مش ما يقعدش طرف يتحرق يحمر أكثر من اللازم. وهذه الشيبس نتاعنا صي حضرة طابت، رشة ملح من فوق يرشولها الفوق الملح من فوق هكاكا. تحب تعملها بابريكا ولا تعملها اللون اللي تحب عليها انت، اوكا تخلط هكاكا ترش عليه وتخلط بالثوم بالبصل بالنكهة اللي تحب عليها. حطيت فيها البابيي هاكا شرب الزيت. سموليك الدقرميش بسم الله. والله جوك بنينة ما شاء الله. اوكي كيما اللي عملتها من الاول كيما اللي عملتها في الاخر، قعدوا يتقرمشوا مازالوا يتقرمشوا. قدمها هكا واحد يحس روحه في المرصة بالحق. اما هما يحطوها في باكويتك الكارتون بيض. وهذا الشيبس نتاعنا قدمناه بالطريقة هذية. هذه حلقتنا كانت اليوم، إن شاء الله جربوها إن شاء الله تعجبكم. في حلقة أخرى وصفة أخرى بس ليلة الشيبس.